انا مش مصدق ان انا بتفرج على اغنيه صوره عندنا في التلفزيون. يعني الاغاني الجميله دي والمرحله دي كان الواحد ما بيسمعهاش. شيء جميل ان الواحد تاريخ مصر كله ما ينفعش حاجه تستخبى. طيب هرجع لحضراتكم تاني واتكلم عن مشهد في الصحافه المصريه بيفتقد المعني. الكل او كتير بيرجحوا هذا الراي ان انتوا كلكم قاعدين تنشروا كشف ملفات الفساد ونشر الصور اشخاص و رصيد مجرد بلاغات، وكلنا متفقين ان البلاغات لا تعني انها نهايه، ممكن بلاغ ويطلع بريء. في اشخاص عندك بيقولوا ان ده بيهز الاقتصاد وبيهز الثقه وبندمر عائلات، وفي النهايه هتطلع احنا في حاله فوره. فهل احنا مسلمين ومتنازلين عن المهنه لحساب مشاعر الشعب الغاضب او اللي عايز يستعيد حقه او عايز يشوف يوم في اللي ظلموه، فبنتجاوز عن اصول مهنيه؟ بص انا بعترف ان كان في اخطاء خلال الايام الماضيه في الصحف كلها تقريبا. ما هو كله سببها يمكن الحاله الثوريه اللي حصلت، و يعني عايز اقول لك المغالاه في محاوله كشف الفساد وغيره. فاول ايام من بعد التنحي والكلام ده بدات بلاغات كتيره جدا تنهال على مكتب السيد النائب العام، بلاغات كل واحد يكتب 7-8 سطور يقدم بلاغ. نعم. وللاسف في البدايه بسبب انفعالنا احنا ومحدش بيقول البلاغات دي صحيحه ولا غلط، محدش بيقول. ما انا هقول لك يعني القصه بقى كلها، هقول لك القصه كلها. كل الصحف في بعد كده كل الصحف نشرت. المشكله بدانا كلنا، بقول لك يعني من 48 ساعه بدانا كلنا نتكلم مع بعض. كده وخالد كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح واول والنهارده، عايزين نوقف ان احنا اتخذنا في موجه. فقررنا كلنا ان احنا او معظمنا يعني ان احنا نوقف. ايه بقى انت دلوقتي في حاله فاشيست شويه، يعني كله بيخون التاني ولجان تفتيش والكلام ده، وده فاسد وده خد وده عمل والكلام ده وكده. وزي ما اقول لك انا شفت بلاغات 7 سطور ما معاش اي ورقه خالص. فقررنا ان احنا بعضهم قصاصات صحف، قصاصات صحف. اتفقنا ان احنا ما ننشرش البلاغات اللي بتقدم الا في حاله لما النائب العام يحولها للنيابه للتحقيق. ليه بقى؟ لانك انت ممكن تقدم وهتنشرها بلا ادانه، لان بلا ادانه طبعا العناوين فيها ادانه. لا ده انا هقول لك سقوط الفاسدين. ما انا هقول لك لما تروح كمان حتى النيابه، لما تروح المحكمه واول درجه وثاني درجه انت لسه. لما تروح النيابه بقى لازم تنشر حتى اقوال الطرفين، حتى اللي بيدافع عن نفسه قدام النيابه. تمام. تنشر اقواله. في بلاغات كتير لما بتقدم 1000 بلاغ اللي هتحول للنيابه 30-40. ليه بقى؟ لانه النائب العام والاجهزه اجهزه التحقيق بتتاكد من جديه البلاغ. جديته يعني ايه؟ يعني في وثائق، يعني في مستندات، يعني في حاجه تخليه يبعت للنيابه. فمعظم البلاغات دي هتتحفظ. فاحنا اتفقنا ان احنا ما ننشرش الا لما تروح النيابه وننشر الطرف ده والطرف ده. لكن في نقطه تانية كمان مهمه، انه برضو نتيجه للمنافسه في المغالاه بقت في بعض الصحف، منها صحف قوميه بتنشر من غير بلاغات كمان. منشطات في الصفحه الاولى، وصحف كبرى قوميه او حكوميه بتنشر علمت الجريده انه كذا وكذا وفلان خد فيلا كذا وفلان خد قصر كذا وفلان خد اراضي كذا وعمل وعمل وعمل. لا مصدر قايل، بنسميه احنا في الصحافه مجهل المصدر، ولا مستندات ولا وثائق ولا اي معلومات من اي حته. الكلام بتاع القهاوي اللي كان الناس كلهم بيقولوه وما يتردد يتحول لمنشطه صحيفه قوميه كبرى. دي المشكله الاساسيه في ايه بقى؟ مشكلتها الاساسيه في ايه؟ ان زي ما حضرتك قلت ان احنا بنفقد المجتمع بالكامل شرفه بالظن. أيوة. مجرد الظن بالظبط. وبعدين اي حد كيف يكون امن على نفسه بالظبط انه مش هيبقى اسم وخبر في جورنال؟ هو بس في نقطه تانية، الفساد موجود وهنلاحقه كلنا طبعا، بس ننتظر جهاز اجهزه التحقيقات والنيابه لما تقول والمحاكم تقول. كويس، يعني هذه مراجعه مراجعه سريعه. بس في نقطه مجدي وخيري، الذي فتح هذا الباب في الحقيقه للأسف الشديد هو النظام السابق أيضا. ليه؟ لأن في اللحظات الأخيرة يعني وهو يلفظ الأنفاس قرر أن يقدم مجموعة من القرابين إلى يعني مذبحة الشارع. فبالتالي فوجئنا بأن أسماء كبيرة لم نكن نظن في السابق أن عليها أي غبار، فوجئنا بأنه النظام نفسه هو اللي بيدينها وأنهم متحولين إلى أجهزة التحقيق. أنا طبعا مفيش حد في القعدة دي ولا في السادة المشاهدين
لديه اي شك في ان المستشار عبد المجيد محمود لو لقى حاجه صح هيعملها، لو لقى حاجه غلط هيقف، ما عندناش شك، لانه كان بيعمل وقت ما كانت الاسماء دي كبيره وعاليه. نعم. فلكن النظام السابق هو اللي فتح الباب لتقديم هذه القرابين على على البحري، وقدم مجموعه من الوزراء وقدم مجموعه من المسؤولين. معترف ان النظام السابق بيخطئ وكان عنده اخطاء، هرتكب نفس اخطائه؟ لا، انا آه. لسه بقول لك اهو مجدي وانا لسه متفقين، واظن ده لا هو اللي كمان فتح اختيار الباب. جماعي يعني فتح الباب بالاربع خمس قضايا بتوع بوضوح يعني بتوع احمد المغربي وبتوع رشيد وعز ورشيد يعني طبعا حاجات. المشكله ان هنا لو هنتكلم مهنيا يعني انا في واحد مجدي قدم بلاغ ضد واحد، البلاغ ده جالي ما اقدرش اتجاهله، بس بنشره في اطار انه بلاغ في صيغه البلاغ. في صيغه البلاغ. هحكي لك عن البلاغ بعد كده بقى. التحقيق هو اللي يقول يعني التحقيق هو اللي يحدد بعد كده، وانا تابع التحقيق. قصه في منتهى الخطوره، انا ما اقولش رايي في هذا الموضوع. نعم. الا بعد صدور بالظبط. خيري هحكي لك بس قصه في منتهى الخطوره. في نائب برلماني شهير تابع للحزب الوطني متقدم فيه مثلا حاجه بتاعه 16 17 بلاغ من محامي واحد. محامي واحد، انا كل شويه البلاغ يجي ينزل، بلاغ يجي ينزل. بعدين جبت البلاغات لقيته شخص واحد فقط هو اللي مقدم البلاغات دي متقطعه، وفوجئت بان هذا المحامي اتصل بمحرره شؤون الاقتصاد عندنا في الجورنال وطلب منها نمره هذا النائب رجل الاعمال. يعني بس مش عايز اقول اسماء عشان برضو ما بقاش الحكايه. اتصل طلب نمره النائب، فانا ادركت تماما ان هذا المحامي يريد ان يبتز بهذه البلاغات شخص ما، خاصه ان في قضايا كانت حسمت اوريدي، يعني كان تم الفصل فيها، في حاجات راحت للنيابه قبل كده وتم التحقيق فيها وما حصلش فيها اي حاجه، في قضايا اتقفلت واتحكم فيها قضائيا وناس راحت تقدم تاني بلاغات في نفس الموضوع. فدي مساله في منتهى الخطوره. بس في نقطه كمان اقتصاديه مهمه جدا لازم نحطها في الاعتبار، انه في الاربع قضايا دول تحديدا اللي قدمهم النظام نفسه. نعم. يعني هو بقول لك هو اللي قدم قرابين. هو انت انا بقى ليا وجهه نظر في الموضوع ده. اهم اللي كان لاجم انه يطرح فيها انه طب انت كنت ساكت عليهم ليه؟ ما هو انت نفسك مدان لما تسيبهم اربع خمس سنين بالشكل ده وما فيش صحيفه في مصر ما كتبتش عليهم. لو كل الاتهامات سبقا وجهت من قبل بالظبط كده، وانت النهارده جاي بتكربس كل ده مع بعضه ليه وانت ماشي؟ فبالتالي انت كمان مدان، يعني اذا طلعت ادانه ما خلاص هو مدان. ايه هو سقط مدان؟ لا انا ليا وجهه نظر في حكايه ان النظام قدمهم. انا اعتقد ان النائب العام تصرف مستقلا في هذه القضايا. وانا اتكلمت معاه. النائب العام تصرف باستقلاليه. وبعدين عايزين نفرق بين زي ما بيقول خالد وزي هو كل النظام مقدمهم ما يعنيش ان النائب العام ما تصرفش باستقلاليه. لا انا النائب العام بيتصرف اي بلاغ انه تصدى بنفسه. مصطفى بكري يعني هو الذي تقدم بالبلاغات. لا يعني تصدى النيابه تصدت بنفسها مش بالحكومه احالت او ان في تقارير رقابه اداريه فتقال نتيجه للبلاغات التي قدمت في خدت موقف خدت اجراء. دي حصلت لو احنا متذكرين بعد تشكيل الحكومه الجديده وفي فتره وجود الرئيس مبارك. عايزين نفرق بين حاجتين، بين البلاغات اللي هي بلاغ كايدي ممكن يجي ورقه فيا وورقه فيك ان احنا استولينا على 20 مليار دولار وبتاع احنا ما معناش 20 جنيه واخد بال حضرتك، وبين اللي بيقدمها وفي بعض المحامين وبعض الصحفيين بيقدموا البلاغات دي لا عندهم اسبابهم ربما تكون حقيقيه وقد لا تكون حقيقيه واحنا نشوه ناس. دي حاجه غير ان لما يبقى في قرار من النائب العام بالتحفظ بمنع من السفر وتؤيده المحكمه وعدم التصرف في الارصده، لا عندما يصدر النائب العام قرارا كهذا وتؤيده المحكمة المختصة في مسألة المنع من السفر وتجميل الأرصدة إذن هناك اتهامات حقيقية وجدية وهناك قرائن ودلائل. ما بقولش انها تدين، المحكمة هي اللي تحدد الإدانة. بس ده اجراء احترازي يا ياسر. لا احترازي ألف حالة واحدة على المهندس رشيد فقط، يعني نرجع كده نتذكر لم تذكر كلمة احترازي إلا على المهندس رشيد. إنما الشخصيات الأخرى احنا مش عايزين ندينها، احنا بندينها في بعض الشخصيات في شخصية ما، يعني انا مش هنعمل يعني كده مش هنقول اسمها والناس كلها عارفاها، يعني احنا عندنا ادانه سياسيه وادانه جنائيه داخلنا ليها، انما هندع جهات التحقيق. اللي انا عايز اقوله ان لما يصدر قرارات من كده من النائب العام بهذا الحجم لابد ان تبرز بالقطع. عندما يحقق جهاز الكسب غير المشروع ويفحص ذمم الوزراء السابقين والحاليين واعضاء الامانه العامه للحزب الوطني وكذا وهي جهه رسميه وتابعه لوزاره العدل لابد ان تبرز. لكن اللي بيحركوا النائب العام حاجه
والبلاغات الطوفان اللي حاصل دلوقتي. لا 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 انا دي مساله دي حاجه ثانيه. انا بقول في فرق بين البلاغ وفي فرق بين القرار. ما تنفذوش ياسر انت شايفين قاعد يضحكوا شويه. في فرق بين البلاغ حضرتك وده لابد من التعامل معاه لان في بعض الشخصيات يعني في شخصيات انا ما اتكلمش على في بعض الشخصيات عارفين انها بتقدم بلاغ يعني ليها هوايه في تقديم البلاغات على كل خلق الله من قبل الاحداث دي من زمان. بتكتشف دي على طول تمام دي معروفه ولازم احنا نفرزها وانا معاكم ان يعني ودي انا عاملها فعلا في الاخبار يعني في شخصيه محترمه وانا اثق في احترامها وتقديرها لقيت في بلاغ جاي لي النهارده في الاخبار يعني انا شخصيا لا اصدقه فما ما انشروش. لما النائب العام بيتصرف في هذا البلاغ سواء بحالته هقول ان النائب العام احاله للنيابه المختصه انما انا لابد ان نراعي في نفس الوقت حاجتين ان هناك حربا على الفساد واخد بال حضرتك وان نفصل يعني انت ماسك في شعره بالظبط ولازم دي هنا تتغلب فيها المهنيه ان في فرق بين ما هو جدي في التحقيقات والاحاله للمحاكمه وبنشرها دون ادانه لان انا مش وظيفه الادانه وبين بلاغات قد تكون كيديه فانا اتحفظ فيها الى حين ان يتصرف فيها النائب العام او يتصرف فيها جهاز الكسب غير مشروع او اي اجهزه رقابيه اخرى واخد بال حضرتك. في بعض الاحيان في الاخبار المجهله مجدي انا بشوف في بعض الاحيان انت عارف ان في اخبار بتبقى حقيقيه وسليمه وان المصدر بتاعها بيطلب عدم نشر اسمه في بعض الاحيان انا بتكلم على جريده الاخبار مجدي اقصد الاهرام اكيد انا عارف اقصد الاهرام لا لا انا بتكلم انا عارف لا انا بتكلم عشان قد ولا ذكر حتى الصحف ولا ذكر طالما الاهرام يرد منها بنحترم الاهرام كلنا مجدي ابن الاهرام مجدي ابن الاهرام وخيري في ثلاثه كده الاهرام لا بس انا اقصد حاجه ثانيه يا ياسر هي لا انا بتكلم على ايه في بعض الاحيان مش في خبر الفساد في بعض الاحيان قد تعلم خبر والمصدر بيقول لا ما كان عندك حاجه يعني كان عندك خبر وانا احترمت انا كان في خبر بس في الاخبار وانا احترمت تجذيبك ليه مره تانية وانت اللي نشرته وانا استغربت لما انت نشرته لان هذا الخبر كان اعاده لخبر سابق ونشر قبل كده واترفع الدعوه وكذب صحيح وخلص بشركات في شركه يا اسمها خيري بس عشان نتكلم يعني بمعنى شركه اسمها 1+1 يساوي 2 شركه اخرى اسمها مصريه كويتيه لازم يكون عندي شجاعه كبير جدا واحترم الخبر المجهل لا انا قصدي في الاخطاء لازم يكون عندنا الشجاعه لما يبقى في خطا ان احنا نعتذر عنه وده خلط بين الاسم لا دي مبادئ مهنيه عشان بس عندي بس مش دعايه ولا حاجه بين المصريه الكويتيه والكويتيه المصريه المصدر بس مع علشان كده الكلام بيتخطف انا هقول لك المصريه الكويتيه دي يا اسامه قبل ما نفوتها يا جماعه أيه. لان هنا في المصريه الكويتيه دي واقعه مهمه جدا الراجل اللي مقدم البلاغ بيقول ان دي الشركه المصريه الكويتيه المملوكه لناصر الخرافي ولا هي مملوكه لناصر الخرافي ولا ناصر الخرافي هو الشركه الكويتيه المصريه يعني معنى كده انه مقدم البلاغ مش عارف غير مدقق للمالك بس انت هقول لك ان نفس النشر ده حصل من سنتين برضو وحصل التجديب وحصلت الحدوته نفسها فيبقى في كيديه ما هو ده اللي مخوفني ما هو في ان اي حد عايز يعمل اي حاجه في حاجه او يضر شركه ومشروعه بس انا عايز اقول لك انه لما قرينا نصوص الاتهامات اللي صدرت من النائب العام في الاربع حالات اللي احنا بنتكلم عليهم تحديدا لم يوجه لهم الاتهامات هي اللي جايه في البلاغات لكن لسه التحقيقات شغاله بس هو الاجراءات اللي اتخذت ايه انه من ضمنها مثلا جزيره امون تم جزيره امون يا جماعه بقى لها حوالي سنه تقريبا وحصل فيها كلام وحصل فيها كلام وجه المهندس المغربي هنا وقال كلام تاني واتقفلت هو الفكره هنا ايه انه فكره يا رايح كتر من الفضائح يعني كله دلوقتي النظام ده بيتساقط يلا بينا بقى نخش عليه كله كان في شيء كانت في معلومات بتغيب في اتهامات بان دلوقتي في اتهامات موجوده في بعض القضايا اللي انت دلوقتي عندك موجه لها بالعام بس عشان مليارات دلوقتي انت بتتكلم على سمعة ناس بالمليارات ووصل الامر ان صحف قومية كبرى ابتدت تنشر في صفحاتها الاولى انه والله ده فلان الفلان الاسماء كلها بتاعت النظام ده عنده اربع فيلل واخدهم ازاي ودي ووصل الامر كمان وتاني يوم كذب وصل الامر ايه بقى للرئيس واسرته في الصفحة الاولى في الاهرام امبارح ولقيت نفسي كنت في احد البرامج لقيت نفسي بدافع قلت لهم يا جماعة دي اتهامات يعني ليس لها سند لان انا عشان اقول ده لازم يكون معايا مستند لم المستندات دي ازاي دي مشكله وبالتالي احنا بنتكلم هنا في فكره عشان المهنيه عشان تفهمها يعني الساده المشاهدين يفهموا فكره الصحافه بتتعامل مع الامور دي ازاي لان في 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 حاجه لازم انا متفق مع كلام ياسر 100% بس في خبر مجهل المصدر تستطيع ان تنشره علمت الاخبار او اليوم السابع او المجدي او المصري اليوم من مصادر مطلعة يكون خبر سياسي مثلا ان الرئيس الفلاني زار الحته الفلانيه سرا او خبر انت متاكد منه وبينك وبين المصدر علاقه مثلا قبل كده لما احنا نشرنا الدكتور محمود محي الدين رايح البنك الدولي انا نشرته باسمي انا علمت المصري ومن مصادر